أعلن الرئيس النهاردة مبادرة كريمة بأن الدولة تتحمل علاج هؤلاء الأطفال، بل زي ما عمل في 100 مليون صحة هيبقى نفس الوضع، بحث وتحاليل عشان نكتشف الحالات مبكرا من 6 شهور إلى 12 شهر، لأن علاجهم بيكون أيسر وأسهل. نسمع هذا الجزء من الرئيس وارجع لكم على طول لأخبار الكورة. هو موضوع الضمور العضلي ليه العلاج اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو يصل لثلاثة مليون دولار للي ايه؟ للطفلة او الطفلة الواحدة كم؟ ثلاثة مليون دولار. لكن انا بقول ده للناس بعلنوا على ان احنا ان شاء الله ممكن يبقى في علاج والدولة تتحمل ده، بس انا برضو تاني بطالب المنظمات وكل من له قلب بان في حياة كريمة في صندوق تحرير مصر لهذا الموضوع، لان الرقم اللي بنتكلم فيه